كيف؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيك العافية مرة ثانية. Good. واضح each word هون شو معناها؟ Does it make sense إلكم؟ Okay. تمام. Any questions before moving on next point? Any question? Okay. الفانكشن الميجر فانكشن الثاني اللي هو النتورك اند سيرفيس اوبريشن. اوكي، شو هم نقصد فيه؟ اللي هو وي ميك شور ذات ذا نتورك اند ذا سيرفيس ار اوبريتنج اراوند ايش ذا اور. اوكي، اون مينيت بيسز، اون سكند بيسز. هاي اللي هي هلا هاي في منها سب فانكشنز. اوكي، واللي هي هاي اللي حكينا عنها اون an ongoing process. Ongoing process. هاي اللي هي okay. إيش continuous process. على عكس هون، متى هون؟ لما تطلع new service جديدة. okay. لما يطلع new technology جديدة. okay. يعني هلا مثلاً كل الكيبلز اللي كانوا بالجامعة، اللينكس الفيزيكال لينكس اللي كانوا بالجامعة كانوا كبر. أوكي، اللي هم البان بتاعتهم 100 ميجا بت بير سكند. أوكي هلا، وحتى بين الهندسية والطبية it was like this. هلا بعدين مثلا صار فيها لما التكنولوجي تاعت الفايبر وصارت مثلا رخيصة. أوكي، لما طلعت اللينكس تاعون اللي هم الفايبر. اوكي، هلا مثلا في عندي فايبر اوبتيك كيبل بتوين مثلا الهندسي والطبي. اوكي، ف this is مش on daily basis، حسب التكنولوجي اللي بتطلع. يعني هلا كان سابقا ممكن they do not care about الزوم والمايكروسوفت تيمز سيرفيس وانهم يهكلوا همهم بالجامعه هون. اوكي، يهكلوا همهم بالجامعه هون وانه they support them من ناحية نتورك ورولز مثلا على الفاير وول. but again الا لما when the pandemic hit us صاروا انه it is a must. اوكي، تمام. بالاول حتى ممكن كانوا ممنوعين. اوكي، هلا it is a must. اوكي، بالجامعة. فهي مش always، على عكس ايش النتورك والسيرفيس اوبريشنز. هلا بدنا نشوف انهم it is a continuous process. هذول حسب التكنولوجي اللي بتطلع، حسب اليوزرز اللي بيجوا. نفس الشيء امبارح حكيت لزملائك اكزامبل هون، اول ما تفوت على الجامعه بالجامعات برا لازم مثلا اللابتوب تاعك ما بيشبكش على النتورك تاعت الجامعه، لازم تروح على مركز الحاسب على الهلب ديسك وتيجي تحكوا لهم مثلا هذا هو الماك ادرس تاع اللابتوب تاعي، وبيسجل بيعملوا ريجستريشن بسموه ماك ادرس ريجستريشن. اوكي، هلا انتوا اعتقد بتعملوها هاي كيف اونلاين على خدمات الطالب؟ بتعملوا شيء زي هيك صح؟ صحيح دكتور. يس اجين، هاي اكوموديتنج نيو يوزر. اجين هاي مش يعني كل يوم مثلا بكون لها البيك بدايه الفصل الاول، بيك على بدايه الفصل الثاني، بس البيك بتكون اقل، بس طول الفصل بيكون ايش؟ بيكون ستيبل الامور. ما يو دو نوت اكوموديت نيو يوزرز. اوكي، الا اذا جست اجى من برا وبده يقعد بالجامعه وقت طويل. على عكس هذول، اوكي، هذول اللي هم يو ميك انها النتورك تاعيتك اوبريتنج اول اوف ذا تايم. فاجين شو هم السب فانكشنز اللي هم؟ أول إشي الـ fault management. Again, we are not living an ideal life. Everything is prone to faults, okay, crashes. Okay, فبدو يصير عندنا إشي زي هيك. فبدو يصير عندنا okay. بس مش شرط إنه hardware devices crashes as worse as that. Okay, ممكن يكون إشي أبسط من هيك. أوكي، يعني أنا أجي على مثلاً على اليوم بدي أعطيكم المحاضرة، أجي قبل بخمس دقائق قبل المحاضرة الكمبيوتر تاعي مش شابك. Why is that؟ أوكي، بصير أنا أسأل. أوكي، بتأكد من سلك الإيثرنت إنه مش لوس. أوكي، شابك ما في مشكلة. الجهاز اللي عندي الثاني مثلاً اللي شابك على نفس السويتش أو الراوتر، هيو
اوكي، فبصير ايش المشكله عندي على 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 الجهاز. فعلى السريع دائما اول شيء بنفكر فيه شو اعمل ريستارت للجهاز، دائما بعمل له ريستارت 5 مرات. It is not okay. It is not communicating. It is not getting internet connection. Okay. Why is that? Again, مش صار عندي كراش، لأنه لو صار عندي كراش المفروض البي سي الثاني okay كمان ما يشتغلش، بس ضاك شغال is fine. فباجي بعدين when I get frustrated، لأن أنا مش راح أحكي مع مركز الحاسب، بحاول إنه I solve the problem my own، لأنه باجي بحكي هذا التخصص تاعنا. بعدين when I get frustrated ما ألاقيش حل، شو باجي بحكي معهم. When they start diagnosing the problem بيجوا بحكوا في عندنا IP address conflict، أنا الماشين تاعي لازم تأخذ static IP address for some reason or another. في باللاب الثاني مثلا اللي بجنبي أو المكتب اللي بجنبي واحد ثاني راح عمل إنه إيش، هو حكى إنه بدي أنا هذا الIP address for some reason، ما بعرف إنه هذا ما أخذ أو ما غلبش حاله إني أعرف هذا ما أخذ ولا لا، فصار عندي conflict. لا أنا بقدر أشبك أو ولا هو بقدر يشبك أو هو بقدر يشبك for some reason، وأنا and I was kicked out. okay، وأنا DHCP مش راح يعطيني IP address مختلف لأنه أنا بدي static، فأنا محجوز المفروض إلي. okay، بس هو الconfiguration تاعه الماشين أخذ IP address. فagain this is again error مش as bad as مثلا a whole device crashes. okay، هلا we need حالة زي هيك again network engineer it needs they need to detect the error، انه صار عندي اكتشف المشكله، طبعا انا اكتشفتها. هلا we need or they need to isolate the cause of failure، بعد ما يعملوا testing بيكتشفوا. طبعا انا I cannot do this، هم المفروض انه يكون عندهم سيستمز، على السيستم عندهم بيبين انه ايش المشكله. اوكي تمام، انا ما بقدر اشوف شيء زي هيك، ف وي ايزوليت ذا كوز اوف ذا فيلير. اوكي طبعا بعدين وي ريزولف ذا بروبلم، بيجي مثلا بعطوني يقول له خذ هذا الاي بي ادرس شويه، اوكي مش الاي بي ادرس تاعك، او بروحوا بيعملوا للاذر ماشين هانتنج داون، بيعملوا لها شوت داون، يعني شوت داون مش تيرن ات اوف، بيفصلوها عن النت. they can do this مثلا من السويتش. اوكي حتى انا اقدر اشبك. اوكي they resolve the problem and they restore the service عندي. again ليش هذا الاكزامبل بعطيكم اياه؟ because it happened. اوكي okay. okay. again this is just a simple example but there are so many examples. you guys كل واحد منكم ران into these examples. قديش بتتصلوا مع زين وأمنيو أورنج لأنه الإنترنت عندكم بيكون فيه يوم صار عندكم مشكلة. okay for some reason or another، ممكن إنه الراوتر احترق، بعرفش إذا حد منكم عمره الراوتر عنده بالبيت كراشت بالمرة بدون هما يلعب فيه. والله بتصير كل فترة مرات. okay yeah ممكن. okay yeah حكيت ممكن، بس بدي إنه واحد أكيد صارت معه. yeah هلا هذول اللي دائما احنا بنعملهم. وفي النقطة الثالثة we need to record the whole process that was used to detect and resolve the problem. وهاي البروسيس I record it وبحطها بايش؟ المفروض يكون في عندي database، وهاي database what's called knowledge base. It's not just a database, it's a knowledge base. It's more than a database. A database raw data. This is knowledge because it contains a knowledge. Okay. فباجي بحطها بknowledge based. باجي بحكي إنه هاي ال المشكلة اللي صارت عندي هيك السبجكت تاعها صار إنه ما باجي بحكي شو cause of the problem. إنه one of the machine it was not connecting على الإنترنت. كيف how we discovered this؟ شو الخطوات اللي اتبعناها حتى we discovered إنه في عندي IP conflict؟ وكيف حلينا المشكلة؟ وحطون keywords. الكيوردز هذول عشان شو؟ عشان بالمستقبل اجي اعمل سيرش لما تظهر عندي هاي المشكله مره ثانيه، اعمل سيرش واجي اشوف. طبعا احنا ببلادنا هذا الشيء اللي ما بنعملهوش، اكيد هاي بنعملهم. اوكي هاي الشيء اللي ما بنعملهوش. اوكي واذا ما بنعملش هذا الشيء ببطل عندي نتورك مانجمنت. نو في عندي نتورك مانجمنت بس مش بروبر نتورك مانجمنت. جايز شو خطوره وشو سيئة
إنه ما أعملش الخطوة الثالثة. إنه بالمستقبل يعني مش راح يكون في تطور، راح أظل أني المشكلة تصير، لو صارت مرة ثانية ممكن بالداتابيز أو النولج بيس مباشرة أعرف، أما لا راح أعيد أرجع من الصفر، أرجع نفس البروسيس من جديد. سلمت، أرجع لإيش؟ للنقطة زيرو. ثانكيو على الكلمة هاي، بدي أرجع من الصفر، صارت عندي المشكلة بعدين بالمستقبل إذا ما فيش عندي this I am I did not do this. هلا صارت عندي المشكلة بالمستقبل، أوكي؟ وانتو جايز يون كلكم مريتوا بهاي المشكلة، إذا بصير عندك مشكلة بالكمبيوتر، بالأوبريتنج سيستم، بالسيلفون تاعك، بالسمارت فون تاعك، بالراوتر تاعك، وانت يو وانت تو ريزولف بروبلم، بالعاده مش مباشره بتروح بتلاقي المشكله، اوكي؟ بتدور بتلاقيك يو جو ذس، بعدين بتلاقي طريق مسدود، بتروح بتجرب شغلات لحد ما يعني يو ترايد سو ماني ثينجز حتى لقيت ايش المشكله. بعدين بعد ما لقيت المشكله رحت دورت بالانترنت 100 ريسورس، وهي اكيد بتعملوها اي لما يصير عندك مشكله بالويندوز اور باللينكس. اي ام شور يو بيكوز ات هابند وذ مي. الان بروح بدور بالانترنت، خليني اجرب شو هذا عامل، اوكي؟ بمشي بتلاقي 10 ستيبس اور 5 ستيبس، وبدي انزل ممكن نيو باكجز ونيو سوفت وير بروجرامز، اوكي؟ ما بزبطش، بروح بجرب شيء ثاني بزبط. هلا الفكره هون يس. إذا أنها مش عامل هاي، بدي later on صارت المشكلة كمان سنة، اللي حل المشكلة again هذا الويب سايت اللي حاط فيها دول العشر خطوات، إني مجرد إني مش مخزنه. هون طبعا لما يكون knowledge base بتيجي بتحكي إنه I resolved وهذا الريسورس أنا استخدمت هذول الخطوات، أوكي؟ طلعوا بالمستقبل. هلأ شو بدي كي أصلا هذا الويب سايت ما أنا متت لقيته مثلا، لأني جربت أكثر من حل وما ضبطوش. هلا بدي أصير بعد سنة أتذكر شو هو الويب سايت ومن جديد، غير إني أصلاً الخطوات اللي مشيت فيها لأحد أعمل isolation للproblem بدي أعيدهم من جديد. مش بس هذا، على اعتبار إنه نفس الشخص اللي بده يعمل هذا الشيء فيديو بحكيها صارت معنا قبل سنة، خليني أتذكر شو عملت. طلعوا guys، تخيل هذا الشخص إنه بيشتغل عندنا هون بالجامعة، واللي هو حل مشكلة الـ IP conflict، IP address conflict اللي صارت عندي على الجهاز. افرض انه غادر الجامعة، وهذا اللي دائما بيصير انه غادر الجامعة، اوكي؟ هلأ اللي موجودين again حتى انه مش هلأ لو انه هو نفسه بده يكون متذكر ومش متذكر. هلأ بدنا نجيب واحد من جديد يبلش بالمشكلة، فبدهم يجي يحكوا يا طلعت تاي عندنا المشكلة، مثلا زملاء راح يحكوا له طلعت تاي عندنا المشكلة وحلها اكس من الناس، بس هو غادر الآن. طلعوا المأساة again. I am قديش يعني time و effort I am wasting of not إيش following the ABC or the golden rules تاعون النتورك. Again, this is اللي بسميها documentation. I document everything بالشغل تاعي. Okay, تمام؟ واضح. هاي وين مشكلتها؟ Okay. في عندنا البوينت الثانية اللي هي configuration management. شو configuration management؟ By the way, في questions before moving على configuration management. Guys, مش شرط إن يكون questions. مش شرط إنك تكون مش فاهم إشي. لما حكيت أنا إشي زي أو حكيت إشي زي هون، if you have ran into a real life situation you want to comment, okay, please guys just raise your hand, let me know you want to speak, I'll give you إيش إنه a chance to إيش to pitch in your comment, okay, please guys, yes again. Why is this? لأنه أنا بستفيد، أوكي، وزملائك بستفيدوا. يعني أنا I can use it as a different or another example later on when I teach this course later on or مثلاً محاضرة زملائك الثاني وهكذا. Okay. تمام. So I am telling you yes, just I have no restrictions in for questions, comments or feedback. تمام. هلا
في اي شيء؟ في حد منكم بده يحكي اي شيء؟ اوكي let's move على configuration management. هلا اي device اوكي اي network device or اي end device بتيجي من المانيفاكتشر بكون عليها default settings. والديفولت سيتنجز هذول لما نيجي نحط هاي النتورك ديفايس انتو اوبريشن، مستحيل هذول الديفولت سيتنجز اللي موجودين عليها يكونوا بناسبوا الانفايرومنت تاعيتي النتورك تاعيتي. as simple as الراوتر اللي بتاخده انت من اورنج اور اومنيا اور زين وبتروحوا على البيت بكون عليه الديفولت كونفيجريشنز. اوكي بس بكون مستغرب اذا بتقول بتروح بتشبكه بالكهرباء بيشتغل وخلص بشبك والاجهزه اللي عندك بالبيت شبكات وكل شيء تمام. بكون مستغرب اذا جايز بتعملوا شيء زي هيك مو دو نوت جو على الكونفيجريشن تقعد تغير فيها اتليست اليوزر نيم والباسورد اللي هم بيجوا ديفولت ادمن لازم هذول تغيرهم. مجرد انك فوتت وغيرت هذول اللي هم الأكاونتس you did some kind of network management. A simple task but it's called network management. You changed the configuration. You have to do that. ليش؟ مشان people will not hack into your router ويصير part من botnet كبيرة. تصير أنت you are hosting a bot من botnet كبير. Okay؟ تمام؟ فالconfiguration management you want again جبت هلا في عندي الفكرة هون في عندي هذا الراوتر. الراوتر هذا عمل كراشينج. جبت راوتر جديد. The I want to put it into its place. يعني مثلاً بالجامعة. هلا الفكرة هون إذا إنه هذا الراوتر بعده بيشتغل بس أوكي بيشتغل يعني it's you can power it up. تقدر تفوت على الكونفيجريشنز تاعونه تمام. بس هو ما بطل يشتغل الفانكشنال تاعته اور اولد وصار بطيء وانت جبت ايش راوتر ايش نيور واسرع فبتفوت عليه بدك تشوف الان الكونفيجريشنز اللي فيه تفوت عليه هون تشغله وتصير ايش تنقل الكونفيجريشن هاي اللي هون هيها هون وتعمل امان وبايدك تمام. هلا المشكله هون اذا الراوتر هذا الكونفيجريشن الراوتر كراش وما بيشتغلش بالمره كيف الان بدك تحط كونفيجريشن على بدك تصير تتذكر تفوت على كل كونفيجريشن تيجي تحكي يا الراوتر هذا الكونفيجريشن كانت هاي اون هاي اوف هاي بدل ما هي 5 صارت 6 لانه مش هيك مش هذا اللي كنتوا تعملوا بمختبر النتورك بتعمل كونفيجريشن للراوترز والسويتشز البروتوكولز بتغيروا البارامترز تاعهم تمام اجين هذاك لا وكان بسيط جدا بس اذا بتحكي عن نتورك لأورغانيزيشن كبيرة الباراميتر صدول بدهم يكونوا يتغيروا لهم معنى في فرق بين 5 مثلاً والسبعة والعشرة أوكي بدك تغيرهم. هلأ إذا أنه نفس الشخص ممكن كان عاملها قبل سنة قبل سنتين كيف بده يتذكر هاي الأمور هاي واحد اثنين إذا أنه الشخص اللي عمل كونفيجريشن هذا الراوتر غادر الأورغانيزيشن كيف بدك تعمل فبدك تروح على راوتر ثاني هون موجود وتصير تنقل منه على اعتبار طبعا هذا بدك تغير عليه ممكن يختلف عن الراوتر ها اوكي طلعوا وين المشكله على عكس ان النتورك هلا شغاله عندي واي ام كونفيجرين كل النتورك ديفايسز فيها صح في عندي هون داتابيز مخزن فيها كل الكونفيجريشن اب تو ديت فإذا هذا عمل كراش حتى لو ما اشتغلش الله لا يرده صح؟ يس لما أجيب راوتر جديد ما علي إلا أني أروح على الداتابيز هاي اللي عندي وأنقل الكونفيجريشنز أعملهم هون. This is a better step for network management. طبعاً إنه ما يكونش عندي هاي الداتابيز still في عندي network management لأن لما بدي أحط الراوتر هذا بدي أغير عليه الكونفيجريشن. This is a network management. الأفضل طبعاً إنه من هيك إنه ايش يكون عندي داتابيز وحتى هذا لما اعمل كراشينج الكونفيجريشن مخزنين فبروح بعمل هون. الافضل من هيك لسه الستيب الافضل انه هاي مجرد ما عملت حطيت هذا الراوتر انتو اوبريشن اوكي without me involved as a human being في عندي سيستم جاهز يروح يعمل بوشينج طلعوا بوشينج للكونفيجريشن على الراوتر هذا بوشينج هذا في عليه الديفولت المانيفاكتشرر سيتنجز بنسميهم اور الكونفيجريشن مش هيك بسموها الديفولت صح
الفندر سيتنز اوكي يعمل بوشينج للكونفيجريشن هون مباشره بدون ماي اون انفولفمنت. This is what we call network automation. شو يعني automation؟ Everything is automated. طبعا هون بده يكون عندي سيستم خاص بشيء زي هيك. يس امجد I'll get your comment. بده يكون عندي سيستم خاص بشيء زي هيك انه سوفت وير وهارد وير اوكي. وذيس از الفيوتشر اوف النتورك. مش الفيوتشر ات از الان بالديتا سنتر ات از everything is automated. ما بروح بعملوا اشياء بايدهم بفوتوا على الراوتر سيسكو كوماند لاين وشو ها شو هذا الكوماند وشو هذا الكوماند. everything is automated. شلون اوتوماتيد از ايش في عندي سيستم كامل هاردوير بلس مينلي سوفت وير to do this. عشان هيك بالكورس هذا بآخره رح نتعلم اللي هم البروتوكولز that really do network automation زي الريست كونف والنت كونف. اوكي يو بوش الكونفيجريشن على الراوتر اوتوماتيكلي جست كل اللي ممكن انفولفمنت تاعيتك انك عندك كونسكريبت بايثون سكريبت اور وات ايفر انك تشغلها وتعطيها مثلا الاي بي ادرس تاع الراوتر ذاتس ات. والكل الكونفيجريشن هون اللو ليفل اللي كنت تعملوهم بايدكم مختبر النتوركس ويل بي بوشت على الراوتر. ذات از ايش اي كونفيجريشن مانجمنت. بس خليني اتاكد انه يس بيفور موفينج عن ذس از مينتيننج طلعوا مينتيننج ان اب تو ديت داتابيس اب تو ديت اللي هم بنسميهم الوركينج كونفيجريشنز مش الديفولت كونفيجريشن سيتنجز اللي بيجوا من المانيفاكتشر للباراميترز للديفايسز. تمام جود اي مينتين يعني عندي اي كيب ا داتابيس. طبعا الافضل من هيك انه في عندي سيستم تو بوش الكونفيجريشن. اوكي تمام جود ليت مي الان تيك الكومنتس اور كويستشنز فروم يور كوليجز. اول واحد امجد هو رفع ايده بالاول بعدين بلال. الله يعافيك. يس امجد الداتابيس هي نفس الميب اللي كنت تحكي عنها اللي هي الميب. الميب is not an act. It is not an actual. It is not. لازم هاي كابيتال لتر. Not actual or physical. Okay. It's not a database. Database. هون نحكي عن actual database. Just database. ممكن تكون MySQL. Or MariaDB database. ممكن تكون Oracle or whatever. Oracle or whatever. يا حسب السيستم اللي ال network management system اللي عندي. ممكن تكون just file CSV file comma separated vector file. Yes, just or Excel file. Just إنه طلع as simple as ان انا بشتغل هون بالجامعه وما عندهم مش السيستم. اجيت انا اشتغل على النت وحكيت لهم خلينا نحط اكسل فايل اكسل الوورد دبل ال اكسل 111 1 ال صح ان احط اكسل فايل ويكون فيه هذول شيتس كل ديفايس لها شيت وجست الكونفيجريشن. This is اسم الكونفيجريشن هاي الفاليو تاعته هاي اسم الكونفيجريشن هاي الفاليو تاعته وهاي I keep it separate machine. اوكي okay. و I keep منها different copies مشان اذا المشين هاي crash ما يضيعش عندي اي شيء. This is the management by life. Or I upload this على الكلاود مشان اذا صار عندي هون ransomware hit my computer وعمل encryption لهاي or المشين هاي crash وضاع هذا الفايل ما يضيعش عندي على الكلاود or على مشين ثاني. This is a way of management. الميب, what's a MIP? It is not actual physical. It is schema. Okay, which is different than here. Here we are talking about database. بس مش شرط تكون actual database. ممكن just file. ممكن يكون text file. تمام. It depends على الorganization اللي انت فيها. How much they are going to spend money in buying a network management system or not. تمام امجد جاوبتك. تمام دكتور شكرا. اوكي العفو بلال. يعطيك العافيه دكتور. عندي سؤال بس يعني شوي خارج عن الماده بس على موضوع المانجمنت تبع الراوتر. مثلا بعض الشركات او كلهم عندنا مثلا زين اومني اورنج
لما ترن عليهم as a service الكول بيكون عندهم access انهم يدخل على الراوتر تبعك ويشوف الكونفيجريشن. فهل هذا نوع من انواع الباك دور؟ يعني عندي مثلا في الجهاز في البيت عندي مثلا راوتر في برين قديم لقيت عليه باك دور بعطيك مثلا روت شيل على السيستم، فهل هو شيء مشابه لهذا الموضوع ولا شيء ثاني؟ هلا نو no. انه عاملين هم عندك فايبر اوبتيك سبسكريبشن. انا عندي مثلا عندي الاي دي اس ال، فانه مثلا لما تحكي معاه التليفون بيكون عنده اكسس انه اسمع حتى مرات غير كونفيجريشن غير شغله ثانيه، فهل هو نفس موضوع الباك دور؟ يس هاي اللي اي دونت ما كنتش انا اعرف عنها لانه انا عندي ال 4G وما بقدروش يعملوا اكسس عليه. هذا حكى لي يا زميلكو اوكي بعرفش انه دفعتكم او دفعه اكبر منكم محمود المزاري عنده الاي دي اس ال نفس الشيء. مره بحكي معهم ذي كان هاي هون الاوبريشن سنتر، الاوبريشن سنتر عندهم زين، النتورك اوبريشن سنتر عندهم زين، مش نوك يسمون نوك. كيف في عندك سيكيورتي اوبريشن سنتر السوق، في عندنا نتورك النتورك اوبريشن سنتر النوك. هلا عندك انت هون المودم اوكي يس، هلا هم هون مشغلين بروتوكول خاص فيهم، ف ذس از عباره عن سيرفر اوكي وله بورت معين مش 80 اوكي وبيقدروا يشبكوا عليه. هلا هذا اتز مش باك دور. ليش مش باك دور؟ لانه مش سوفت وير وانما عندهم جاست ذس از الدايمو رانينج ان هير، بفوتوا بس بشوفوا الكونفيجريشن. طبعا انت هون بتقدر تفوت على الكود سكر لهم، هذا اللي عملوه زميلكم محمود المزاري قال حكى انه فاتوا فسكر هذا البارت اوكي. هلا هم ذس از بارت من الايش، مشان ما اجين من النتورك مانجمنت، مشان ما يطلعش عندك فني على البيت او يحكوا لك جيب لنا اياه على اقرب مركز صيانه نشوف لك فيه، مشان من عند مجرد ما تحكي معهم على السريع تو ريزولف ذس از اجين. هلا بتيجي بتحكي لي بس هون دي كان سباي اون مي، سباي مي اصلا كل الترافيك تاعك دي بمر عبرهم، في دي ار جيتينج ذات، فهون ما تخاف من شيء عنهم. ذس از نوت ا كايند اوف باك دور لهم، ممكن باك دور لهم، يس ات از ا باك دور لهم، بس ذس از خلينا نحكي له ليجيتيميت باك دور مش ماليشوس باك دور. لانه في مرات بعض الراوترات خصوصا يعني الاقدم شوي بيكون دائما في البانل هاي اصلا تبعت الادمن بيكون عندك اكسس لروت شيل عن طريق سبيسيفيك يوزر نيم وباس، وبيكون هارد كودد في الباينر تبعون الراوتر. اوكي يا اذا واحد عنده اكسس ممكن ياخذ روت شيل على الجهاز مثلا. تمام بس اكسلنت بلال. بط هنا فهاي هون في عندك they can run programs remotely remote shell، وفي عندهم اليوزر نيم والباسورد للروت they can do whatever okay. تمام هلا الفكره هون لازم they are doing this via client، هون لازم تكون عندك service running، فهاي again service running، فهون لازم برد يكون عندك port open. هلا هذا ال port you can go and close it yourself if you can do this okay. طبعا هلا ال panel هاي ال configuration panel إذا تسمح لك you close this port you can، إذا ما فيش إشي زي هيك you can do nothing about that. okay بتقدر تعمل إشي تاني إنك تمسح ال operating system تاعهم okay وتنزل open route مثلا open yeah open WRT yes it is this Linux هون بصير لك أنت full control على ال الراوتر، هذا ما بقدر وش يتدخل فيه. تمام هيك سؤالك yes يعطيك العافية يب الله يعافيك yeah okay هلا أدر مين كان له في كان حد عن له question، في حد كان له اي question؟ تمام good yes. هلا هون نيجي بنحكي عن البيرفورمانس اند الترافيك مانجمنت اوكي تمام اوكي what do we mean by this اوكي اللي هو الترافيك الانترنت ترافيك والبيرفورمانس how the network is performing. I again
شو هون نقصد فيها؟ I need to gather performance data. Okay؟ يعني كيف قديش الـ utilization or قديش الـ overload على الـ links. Okay؟ فإذا عندي link الـ overload عليه 85%. This is something bad. Okay. هلا ممكن انك تنظر له no it is good because هلا هذا اللينك انا دافع ثمن ومصاري ف when I am getting the utilization عليه 85% ف I am get or 95% or 99% I am getting the best out of that صح بما انه it's not reaching it's not saturated ما صارش عليه saturation وصل 100% اللينك معناته I am getting the best out of that دافع انا ثمنه وgetting the best out of that okay but these are الارقام these are alarming okay اوعى تعمل شيء دائما الكيرف ليش لما يزيد اليوتيلايزيشن الديليز again لما يزيد اليوتيلايزيشن على اللينك هاب اللود على اللينك هاب الباكيتس بصير عليهم they will need to wait بالكيو بصير عليهم ديليز كبيره جدا هلا شو افضل رقم ما بعرفش it depends على organization it depends على services but فوق 80 بصير في عندنا مشكلة okay طبعا ما بتكيش 1% ليش 1% it's برضو bad لأنه أنت دافع a lot of cost you are not utilizing that إيش that link okay مش بحاجة إنك معناته that much bandwidth وكل ما الباندث كانت أكبر بدو اللينك يكون سعره أكثر أوكي؟ فالمفروض درستوا this بالبروبابيليتي لما أخذت الكيونج سيستم في عندنا هون اليوتيلايزيشن لأي إشي وthis is هون الديلي والكيرف هذا دائما معروف لما اليوتيلايزيشن بيقرب على 100 الديلي exact لما اليوتيلايزيشن يكون 100 الديلي إيش overshoot للإنفينيتي فما فهون delays بالtime units وهون ال utilization اللي هو المية بالمية أو الواحد أوكي depends كيف ال scale بناخده أوكي هلا ممكن هاي ال إيش هاي خلنا نحكي ال region اللي بدنا نشتغل فيها قديش هون ما بعرفش ممكن هون يكون مثلا 30% ل 60% fine أوكي بس you don't need to go beyond this you don't need هلا هون أفضل again لأنه الباكتس are إيش are in luxury عادي يعني الباكت اللي بترسلها مباشرة بتوصل it doesn't have to wait بالcue أوكي but again نيجي بنحكي underutilized network عندي فمش بحاجة أنا للمصاري أصلاً اللي دفعتها unless إنك بالfuture you are foreseeing بالfuture بحكي بالfuture من هون لأربع سنين Okay, بصير عندي شيء زي. So we need to gather performance data about the network تاعيتي. فإذا عندي link هون عملت أنا الآن عملت installing للنتورك تاعيتي و everybody the users تاعون النت أنا مثلاً جامعة عملت installing للnew network devices و links و everybody is happy وبيجوا بيتصلوا معي وبيهنوني بيحكوا لي شكرا على النتورك هاي السريعه تاعتنا اوكي بالفيوتشر السيرفيسز بتتغير اليوزرز بيزيد عددهم if I do not gather data من النتورك تاعتي ما بعرف maybe one day I will ايش I will reach these numbers if I am not gathering the performance data وما بعرف عن حالي ولاني 95% هلا ما معيش تايم انه اجي ايش اعمل provision again فهذول provision هون expanding the existing resources it needs to get information من we need to gather data على عكس لما كان افرضوا انه I gather performance data وكان عندي بلشت 30% بعد سنة تغيروا السيرفيسز واليوزرز زادوا صار 40% بظل احكي اي ام عندي مارجن كبير وصل 60% اي ستارت وورين باجي بنادي التيم تاعي اذا اني انا مثلا هون البوس بنادي النتورك انجينيرز باجي بحكي لهم يبدو انه الارقام بلشت تصير الارمنج وات دو يو سجست شو نيجي نعمل هل بنروح مثلا على السويتشز اللي قدام البطيئين نصير نغير ونجيب سويتشز جديدين اوكي اور اللينكس اجين كيف بدي اعرف شيء زي هيك ما بتقيس انت performance data من single point
من different point مشان يحكي لي وين المشكلة عندي. هل هي المشكلة على لينك واحد ولا بالنتورك كامل؟ هل هي المشكلة باللينكس ولا هي بالراوترز وبالسويتشز؟ فبدي أعرف الراوترز والسويتشز how much they process، لأنه هلأ الراوتر والسويتش عبارة عن عليهم CPUs. فالآن هذول CPUs لازم أنا آجي برضو آجي أعرف كيف CPU عندك على PC، تيجي بتعرف اليوتيلايزيشن تاعه. لازم أنا أصلا هذول كمان الريدنجز هذول لازم يكونوا عندي مثلا خزنهم إيش الفايلات history، I keep history. فباجي بحكي هذول it's fine okay. مش المشكلة مش عليهم، المشكلة مثلا just بال على اللينكس or whatever okay. تمام good. I'll stop in here لأن المحاضرة كملت. We still got more points. المرة الجاية إن شاء الله okay we'll just review this إن شاء الله we'll continue okay. تمام unless if you want to leave go ahead you are free to leave. If you got any question you can and you can wait. I'll wait in here okay to answer your questions okay. يحيى دكتور بس ما فهمتش كيف الجاذرينج بيصير. الجاذرينج يكون عندك هنا سيستم كامل يعني الراوترز اجين كيف بده يصير شيء زي هيك. لازم حكينا هذا الشيء هون لما حكينا على السيستم اللي عندي هون. هاي عملية المونيتورينج you get readings from here. طبعا هون هاي في عندك كون هذا هو central location هذول devices you just read ايش مثلا على اعتبار هون اللي هو utilization لل CPU على الراوتر هاب اوكي. ف you need to get this reading. ف again this communicating over a network I need protocols. فالcourse تاعنا is about understanding the protocols okay. فكيف الreadings بده يصير فبتيجي تحكي للراوتر كل فترة اعطيني CPU utilization عندك وباجي بخزن هذول عندي بداتابيس. تمام يحيى تمام واضح دكتور. يب اللينكس بقيس اليوتيلايزيشن عليهم بشوف قد هاو قديش الباكيت بير سكند عليهم اوكي لازم اقدر اعمل شيء زي هيك. تمام جود. اذا بتذكرني كمان ان شاء الله بدايه المحاضره الجايه I can give you so many examples please ذكرني اوكي. تمام دكتور اشكرك اوكي. any other questions by the way we got less than a minute. Okay, if you got a question, just write it down so you won't forget about it. Send me, inshallah, بداية المحاضرة الجاية. Okay, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعطيكم العافية.